لوحات فنية وأعمال يدوية وصفت إبداع الطلبة بامتياز في معرض مدرسة أوائل درنا للتعليم الحر على هامش حفل نهاية العام الدراسي للصفوف الثلاث الابتدائية الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وسط حضور كبير من أولياء الأمور وأهل المدينة. الفكرة كانت أن اليوم هو يوم تخرج طلبة واستلام شهادات، فارتأينا أن تكون هذه المناسبة مناسبة فرح واحتفال وبهجة. طبعا زي ما شفتوا اليوم تعددت الفقرات ما بين غنائية وموسيقية وأجواء لتكريم الطلبة وتسليمهم الشهائد في جو زي ما قلت في البداية أن أردناه أن يكون مبهجا، والحقيقة استجابة الحضور وتجاوبهم وفرحة الأطفال في هذا اليوم أعطانا انطباع أن فكرتنا كانت سديدة وسليمة، ونتمنى أن الأعوام القادمة نستمر على نفس النهج. الاحتفالية لم تقتصر على الأعمال الفنية واليدوية فقط، بل شملت فقرات فنية غنائية ومسرحية من تقديم طلاب مدرسة الأوائل وتحت إشراف مكتب النشاط بالمدرسة. طبعاً اليوم تم إعطاء استمارات النجاح للصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وتخلل الاحتفال فقرات فنية منها الغناء ولوحات الفنية والعروض مسرحية. طبعاً نحب نشكر كل من شاركنا في الحفلة سواء كان أولياء أمور أو طلبة أو معلمين، ونحب نشكر مدرستي شكر خاص، وكل عام وأنتم بخير. احتفالية متميزة من مدرسة أوائل درنا لتعلن نهاية عام وتكرم الطلبة على إبداعهم واجتهادهم، راسمة صورة تشجعهم على بذل المزيد حتى يكونوا جاهزين لسنوات أخرى وتحديات أخرى سيجتازونها بإبداع بلا شك.